انضم لنا دكتور مهند الأنصاري، أستاذ الجراحة العامة والجراحة الروبوتية. صباح الخير دكتور مهند، ومرحب فيك بصباح جديد. يعني موضوع مثير للقلق ومثير للجدل، ما هي الجزيئات البلاستيكية التي تم اكتشافها في أنسجة الدماغ البشرية؟ صباح الخير عليكم جميعا. الحقيقة مثل ما تشاهدون، عصر الثورة الصناعية الرابعة وعصر الذكاء الاصطناعي والفضاء وتطور التشخيص الطبي في الأدوات مكن العلماء من الذهاب بعيدا في جسم الإنسان واكتشاف اكتشافات جديدة في صحة الإنسان وما نواجهه من أمراض جديدة ما كانت موجودة قبل 100 سنة سابقا، أو كانت موجودة بطريقة أقل. من مثال هذا هي أمراض الدماغ اللي تفضلت بها، وهي أمراض ألزهايمر وباركنسون والصرع وغير. فشاهد العلماء قرروا يكثفون دراساتهم وفحوصاتهم، و استخلصوا هذه الدراسة اللي تفضلتوا بها اليوم وعرضتوها على المشاهدين، وهي الرقائق البلاستيكية اللي موجودة في أنسجة الدماغ واللي تأثر طبعا على وظيفة الدماغ كجسم غريب موجود. وطبعا كل هذا التطور يمكننا من تشخيص ومشاهدة أمور ما كنا نعرفها قبل، هذه واحد. وبنفس الوقت أيضا التطور للبشرية يصيبنا بأمراض ما كنا نواجهها قبل. طيب دكتور، كيف وصلت يعني هذه الجزيئات البلاستيكية إلى الدماغ؟ يعني عبر الاستنشاق، الشرايين، يعني كيف؟ نعم، الحقيقة الجسم البشري معرض للتفاعل مع الخارج، وبنفس الوقت الأعضاء الفسيولوجية لجسم الإنسان من تتعرض إلى مواد غريبة، وهي التسمم، مثال تسمم في المعادن أو تسمم الآن في البلاستيك. عدة مكونات لدخول هذه المادة عن طريق الاستنشاق واحد، عن طريق الطعام اثنين، عن طريق المياه أو حتى العصائر ثلاثة. فكل هذه المواد أو حتى عن طريق ملامسة الجلد لفترات طويلة، كل هذه طبعا تؤدي إلى تسرب هذه المواد بكميات قليلة إلى داخل الجسم البشري عن طريق الفيزيولوجي الموجودة في الجسم، عن طريق فرضا المعدة راح يتم الامتصاص مع الأطعمة أو المواد وتتسرب إلى الجهاز الهضمي ومن ثم إلى الكبد وغير. عن طريق الاستنشاق راح تتسرب إلى الجهاز التنفسي ومن ثم الدم والحويصلات الرئوية الموجودة والتبادل، وتتسرب أيضا إلى الدم. وعن طريق ملامسة الجلد لكميات كبيرة أو وقت كبير راح يتم تسريب هذه المواد بهدوء عن طريق الجلد وإلى الجسم ومن ثم إلى الدم ومن ثم إلى بقية أجزاء الجسم. طب استكمالا لهذا السؤال، نواجه مشاكل مشابهه وحالات عجز الكلى اللي تشوفوها الان، جزء من سببها هو التلوث في المعادن او التلوث في البلاستيك. نعم. طيب استكمالا لهذه النقطه دكتور، يعني من خلال متابعتنا للتقارير ان يعني جسم الانسان بشكل عام يحتوي على جزيئات من البلاستيك يتناولها من خلال الأكل أو الاستنشاق كما ذكرت. لو نتحدث عن تراكم هذه الجزيئات في جسم الإنسان وخاصة يعني في الدماغ، تأثير ذلك على صحة الإنسان، وهل هناك علاج، هل هناك طريقة للاستخلاص من هذه الجزيئات البلاستيكية؟ لا. الحقيقة طبعا تراكم هذه المواد وبكميات متزايدة، مثال خلينا نقول خلال أول 3 سنوات، إذا ندرس وراها 6 سنوات، وراها 10 سنوات، وراها 15 سنة من الجسم المتعرض لهذه المواد، وزيادة تركيزها راح تسبب اضطراب في وظائف الدماغ أو في الجسم البشري، لأنها كمواد غريبة وتؤثر على الناقلات العصبية، على خلايا الذاكرة، على وظائف الدماغ الحيوية، على مدى تزودها بالأكسجين وغيره. وكل هذه تسبب إضرار جسيم في الدماغ وأمراض مثل ما تشاهدون. يعني بدينا نشاهد أشخاص أعمارهم في 50 سنة يشكو من ألزهايمر أو أورام في الدماغ وغيره. فكل هذا الحقيقة تطور العلم، احنا بدينا بمعلومات الثورة الصناعية الرابعة وتطور الذكاء الصناعي والفضاء، الآن العلماء بدأوا يسخرون دائما من عالج الضرر ولكن المسبب. المسبب من اتبعنا مواد البلاستيكات ووين وجودها، راح تشوف هي موجودة خلينا نقول محيطة فينا في خلال شربنا من قنينة الماء البسيطة. هذه قنينة الماء إذا تترك بطريقة غير آمنة معرضة للشمس لمدة أسبوع، راح يكون تفاعل بين الماء الموجود داخلها وبين هذه البلاستيكات وتتسرب إلى داخل الماء الموجود، وإذا يشرب راح يتسرب إلى الجسم البشري. فإذا واحد يختار عبوات المياه الجيدة ذات الشركات المنشأ الجيد. أكثر من هذا كلكم شفتوا عدة دول اتخذت إجراءات الوقاية، أنه بدأت الأكياس البلاستيكية تحولها إلى أكياس ورقية. أكثر من هذا
عندنا الان نظام الرصد حتى في مركز التطبيب عن بعد للفضاء اللي اسسناه، عندنا نظام الاقمار الصناعيه اللي ترصد مناطق تجمع البلاستيكات في المحيطات، فلقينا مناطق مهوله تطفأ عن طريق المعامل او عن طريق الفضلات البشريه من المواد البلاستيكيه وتتجمع على شكل جزر صغيره في داخل المحيطات، ومرات حتى البشر ما يستطيع الوصول اليه، تعرفون انتم المحيطات الى الان ما تغطى عن طريق السفن او غيره. الاقمار الصناعيه ميزتها تسوي لنا مسح كامل الى الارض والى مناطق المحيطات، وارسلت لكم صوره مهمه تشوفون بها مناطق البلاستيك المتجمع على شكل جزر، وطبعا هذه تسرب هذه البلاستيكات الى الاسماك، واذا البشر ايضا تناول الاسماك راح ايضا يتلوث عن طريق، لانه هذا السمك يكون ملوث بمواد البلاستيك وتسرب ايضا الى جسمه، او عن طريق مياه الشرب. تقول انتم احنا نستخدم مياه المحيطات الى مياه التحليه ومن ثم الى مناطق شرب البشر وتوزع الى المدن. فاذا احنا اذا عالجنا المسبب ومنطقه التلوث راح نستطيع علاج الاضرار، وهذا هو مثال مهم على استخدام تقنيات الفضاء والاقمار الصناعيه في حمايه البشر. صحيح، فاذا اذا عالجت المسبب فبدت طبعا ما هي مخاطر البلاستيك تؤثر على البيئه وعلى صحه الانسان بصوره مباشره. هل هناك علاقه بين تعرض للبلاستيك وزياده مخاطر الامراض العصبيه؟ نعم، مثل ما تحدثنا في بدايه التقرير علاقه وثيقه. احنا دائما من يسوون مسح الى العضو البشري مثال الدماغ، وتشاهد مواد تسمى مواد سميه، وهي مواد غير موجوده اصلا المفروض، مثل البلاستيك او المعادن او مواد اخرى، هذه تسبب ضرر جسيم خاصه اذا وجدت بكميات كبيره او راح تزايد بالمستقبل. مثال احنا اذا حتى هذول اللي اخذنا العينات منهم الان كلهم على قيد الحياه، اذا راح ناخذ عينات اخرى بعد 5 سنوات راح نشوف اكثر، وقسم من عندهم متاكد يشكون من امور عصبيه، وحتى اذا ما يشكي اذا يحول الى طبيب في الجمله العصبيه ويدقق في طريقه نومه او في طريقه الصداع اللي عنده او في طريقه الذاكره راح يستطيع الوصول الى اضطرابات معينه وهي في مراحل مبكره. طيب هل دكتور متوقع دخول الروبوتات او في يعني الجراحات المتعلقه باستئصال جزيئات بلاستيكيه موجوده داخل جسم الانسان بشكل او باخر؟ نعم، الحقيقه الان اذا تشوفون اكو روبوتك نانو تكنولوجي، وهي جسيمات صغيره جدا على شكل روبوتات من مواد غير مؤذيه وغير مصنعه، مواد وظيفيه بحيث جسم الانسان ما يهاجمها. هذه الروبوتات تستطيع الوصول الى مناطق الاجسام الغريبه وسحبها او تفتيتها الى مكانات اخذ، او حتى تتجمع على شكل كتل ومن ثم التعامل معها. الحقيقه هذا كله في طور البحث الان، لانه تعرفون مجال النانو تكنولوجي وهذه الجزيئات الى الان الموجوده في الدماغ هي موجوده في المجال الجزيئات او مجالات صغيره جدا، وبالتالي اجراء جراحه واخراجها هو صعب جدا. فمثل ما قلت لكم اهم شيء الان هو المنع والبريفنشن، وهو طريقه اليه وصول هذه الجزيئات الى الدماغ يجب ان تقطع، فهذا هو العلاج الانسب. يعني كلامنا على الروبوتات الان، في روبوتات حديثه موجوده في المحيطات، هذه الروبوتات تقاد بالاقمار الصناعيه وبالتحكم عن بعد، تجمع مناطق البلاستيك وتتخلص منها الى مناطق امنه، تتلف وتطلع من المحيطات، وبالتالي ما توصل الى البشر او الى الثوره السمكيه اللي ايضا تقتل الثروه الحيوانيه او تسرب عن طريق اكل الاسماك عن طريق البشر. فاذا الروبوتات المتقدمه تفيدنا في علاج هذه الظاهره بس بطرق اخرى، وهي طرق البريفنشن او المنع. نعم، أشكرك شكرا جزيلا دكتور مهند الأنصاري أستاذ الجراحة العامة والجراحة الروبوتية، كنت معنا من دبي، أشكرك شكرا جزيلا.